السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 13 ليسون 4 الوحدة 13 الدرس الرابع بيقول لي complete the polite questions، أكمل الأسئلة المهذبة. Then match the questions and the answers، ومن ثم وصل الأسئلة والأجوبة. If you could tell me to become an astronomer، it is how difficult I wonder. هنا قال له إيه؟ I wonder if you could tell me how difficult it is to become an astronomer. If there is anything you don't like, tell me. Could you type? أقول له أنا إيه؟ Could you tell me if there is anything you don't like about the job؟ سهلة جدا. أقول له أنا سؤال بقى، هنكمل السؤال. وصل 1 بي دي. It is difficult. You have to be very good at science and math. هو من الصعب. يجب عليك، أنت مضطر أن تكون جيد جدا في العلوم والرياضيات. طب ده هنوصله بإيه؟ أخبرني، هل يمكنك أن تخبرني إذا هناك شيء ما أنت لا تحبه عن الوظيفة؟ نقول له إيه؟ ها؟ اللي هو I have to work long hours. أنا مضطر أن أعمل ساعات طويلة. يبقى هنكتب هنا to. هنرتب رقم 3. هنبدأ يا ولاد دي إيه؟ I would like. يلا اكتب ورايا. اكتب دي الأول واكتب دي هنا. I would like في مكان النقط. يلا. I would like. ها. بعد كده to. No. اكتب ورايا يلا. أنا أحب أن أعرف. ها. I would like to know how many. كم عدد. ها. How many. ها. Moons. كم عدد الأقمار. ها. The biggest planet has. الكوكب الأكبر لدي. كم عدد الأقمار اللي في اللي موجودة في الكوكب المين الأكبر. أنا رد قال لي 67. 67. But new moons are found every year. لكن أقمار جديدة تكتشف كل عام كل سنة. يبقى هنا هنكتب مين؟ 3. يلا هنبدأ. يلا يا ولاد هات الكراسة والورقة بتاعتك واكتب أو اكتب الكتاب. رتب يلا معايا أهو. هنعمل نقط تحتيها ونبدأ نحل. هبدأ بكود يو. اكتب يلا. ها. اكسبلين. ها. Explain. ها. بعد كده what. A star. A star. ها. Is made of. سهل جدا. معناها هل يمكنك أنت أن تشرح النجمة أو ماذا النجمة مصنوعة من. طيب هيقول لي جاز. النجمة مصنوعة من الجاز. It tools for life. أدوات الحياة. Work in bears and choose the correct answers. اعمل في أزواج واختار الإجابات الصحيحة. Number one, you are waiting for a bus home with lots of other people. أنت تنتظر لأتوبيس لعودة إلى المنزل مع الكثير من الناس الآخرين. أقول when the bus arrives. Do you عندما الأوتوبيس يصل. هل أنت بقى تعمل إيه؟ Wait for other people to get on until
It is your turn. تنتظر للناس الآخرين أن تدخل وتركب حتى إنه بيكون دورك أنت. يعني تستنى الناس كلها تركب وبعد كده لحد دورك ما يجي وتركب أنت، ولا move quickly to get on the bus first. تحرك بسرعة عشان تركب الأوتوبيس أول واحد. لا، هو هنتظر الناس الأول عشان لما يجي دوري أنا أروح راكب، فعشي أتحرك بسرعة وأركب في دور مش دوري، عيب. طيب النقطة رقم 2، your teacher asks the class a question and you know the answer. Do you؟ مدرسك سأل الفصل سؤال، وي أنت تعرف الإجابة. هل أنت quietly put up your hand، بهدوء بترفع إيدك، ولا call out the answer، ولا تقول الإجابة بصوت عالي؟ لا، أرفع إيدي الأول بهدوء وبعد كده أشوف الأستاذ هيعمل إيه. 3، a student in your class has a book that you want to read. طالب موجود في فصلك لديه كتاب الذي أنت تريد أن تقرأه. He she asks the class who would like to read it. Do you see؟ وبعد كده هو أو هي تسأل الفصل من يريد أو يود أن يقرأ، من يود أن يقرأ. هل أنت بقى إيه بتقول؟ Could I read it please؟ ممكن أنا أقرأه من فضلك، ولا أقول له let me read it، خليني أقرأ. طبعا أقول السؤال اللي فيه من فضلك. طبعا كده your friend is visiting your house and you decide to watch television. صديقك بيزور منزلك وانت بتقرر ان تساعد التلفاز. You would like to watch a film but your friend wants to watch a tennis match. Do you؟ انت تود ان تشاهد فيلم لكن صديقك يريد ان يشاهد ماتش تنس. هل انت بقى تعمل ايه؟ Say that you are happy to watch the tennis match. تقول ان انت تكون فرحان عشان تشاهد ماتش التنس، ولا tell your friend that you are going to watch the film. تخبر صديقك انك ذاهب، ان انت سوف تشاهد الفيلم. طبعا هقول له ان انا فرحان اشاهد ماتش التنس معاه. Discuss in pairs، ناقش في زوجان. زوج، if you answered mostly do you think that you are right؟ لو انت جاوبت بالاي. طيب طبعا انا خلصت كده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.